هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم سويت لكم كنافه بالجبن درجه اولى، وان شاء الله تعجبكم والف عافيه. يلا نسوي الطريقه. حتى نسوي لكم الكنافه راح اجيب الشعريه وافكها بهذا الشكل. هنا راح اضيف الزبده عليها واقلبهم شويه، الابس الزبده ويا الشعريه. راح اجيب القالب مال الفرن واضيف عليه ادهنه بالزبده وابدا اضيف الشعريه بالتدريج. نا راح اكبسهم، اكبس هالشعريه بهذا الشكل واخليها بالفرن درجه حراره 180. انا راح اسوي لكم الشيره، راح اجيب قلاص شكر ونص قلاص مي وحلقة ليمون واقلبهم بهذا الشكل. انا راح اضيف صبغ اللوزينة على مود تعطيني شوية لون حلو. انا عندي حبايتين هيل راح اضيفين. خلصت عندي الشيرة، راح اخليها بكاسة على مود تبرد. انا راح اسوي لكم الجبن مالت الكنافه. راح اجيب كوب حليب كبير واضيف عليه خاشوكتين نشا وراح اضيف اقلبهم شويه. انا راح اضيف القشطه وابدي اقلب بيهم. انا راح اضيف الجبن الموزريلا بعد العدي الجبن شوي خفيف، فراح اجيب له نص استكان ماي ونص خاشوقة نشا واخبطهم واضيفهم فوق الجبن، راح يطلع عندي القوام بهذا الشكل. خلاص عدي، راح اطلع الشعرية واضيف عليها الجبن وافتح الجبن افرشه بهذا الشكل واضيف عليها شعرية على مود من اقلبها بالصحن الثاني ما تلطش الجبن، ما تلطش عدي. هنا انا راح اخليها رشة فستق حلبي واخليها بالفرن لمدة 5 دقائق. راح اطلع الكنافة. انا راح اجيب صحن ثاني واقلبها وراح تطلع عندي. واو بس حرامات محترقة شوية. وراح اضيف هنا الشير عليها. هنا عندي فستق الحلبي مطحون. واو هنا انا راح اجي اقطعها واخليها بصحن التقديم وخلي لها شوية فستق حلبي وراح اجي اذوقها. واو كلش طيبة.